أصدقائي الغاليين على كل مواقع التواصل الاجتماعي، إن شاء الله ناطركم يوم 6 ديسمبر في ديترويت، ويوم 7 ديسمبر في أوهايو، ويوم 8 ديسمبر في لوس أنجلوس. ويوم 13 ديسمبر في شيكاغو، ويوم 14 ديسمبر في تامبا. إن شاء الله في كندا راح نكون يوم 20 ديسمبر في أوتاوا، 21 ديسمبر في تورونتو، ويوم 22 إن شاء الله راح نكون في مونتريال. بعدها راح نرجع على أمريكا نكمل التور يوم 27 ديسمبر في أتلانتا، ويوم 28 في نورث كارولاينا.